استقبل الفريق اول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفه رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفه الممثل الشخصي لجلاله الملك المعظم رئيس المجلس الاعلى للبيئه وذلك في مكتبه بديوان الرئاسه بمعسكر الصخير، ورحب سمو رئيس الحرس الوطني بسمو الشيخ عبد الله بن حمد ال خليفه الممثل الشخصي لجلاله الملك المعظم، مشيدا بالدور الذي يقدمه سموه من خلال جهوده الوطنيه في خدمه مملكه البحرين وحمايه الحياه الفطريه، من خلال تراس سموه للمجلس الاعلى للبيئه. كما شهد اللقاء مناقشه عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.